أنا باسمي عم مصطفى سعيد علي عبد الله، طعمجي طبعا عن جدا. وبعدين أنا في المحل هنا بقالي أكتر من 60 سنة، ولا حاجة بقالها 50 سنة معايا، وشايفة جميع مطالبها كلها قاعدة في المحل، بتبشر المحل وبشر من الدكان، وما بتسيبنيش ليل ونهار، موفرة عني. إنها بتقول لك اللي ياخدوا الصنايعي ولاد أولابه. الحمد لله عندي بنتين وعندي ولد ومتعلمين احسن علام. الابن لما اخذ مدرس، البنتين واحده رصانه اداب قسم انجليزي، والثانيه برضه معاها شهاده وقاعده وجوزه وقاعده، والاثنين قاعدين مع بعضهم. واحنا في الدكان ده بقالنا مع بعضنا، ما فيش اختلافات ما بيننا وما بعضنا في اي حال، والحمد لله عيشه في منتهى السعاده. وبقالها 50 سنة معايا، ما فيش يوم انها لا غضبت ولا قعدت وراحت عند اهلها، وشايفه جميع مطالبها في كل شيء، ومحافظة على بيتها، ومحافظة على محلها، ومحافظة على دكانها، ومحافظة على كل حاجة. تقول لك ما بتسيبنيش، اللي أنا بسيبه ولا هي بتسيبني. والحمد لله أنا ليها الفضل عليا إن أنا إيه وقفانا في المحل معايا، ليها الفضل عليا إن أنا ما انحرطتش لا كده ولا كده. صراحة ربنا يعني. أنت قلت لي بقى السبب إن كل ال50 سنة اللي فاتت دول الحاج كانت داعمة ليك في المحل ده. نعم؟ الحاج كانت داعمة ليك طول ال50 سنة دول. ما فيش حاجة تعبة ولا أي حاجة. اسمي سامي صديق الشافعي، سني 73 سنة، اتجوزت من هنا ووقفت معاه في الدكان، جيت خلفت 3 عيال، الحمد لله علمتهم أحسن تعليم وجوزتهم، والحمد لله وأنا واقف على رجلي برضو معاه. هو صراحة ربنا يعني بقى عندي في الدنيا كلها. شغالين بقالك قد ايه مع الحاج هنا في المحل؟ نيجي 50 سنة. 50 سنة شغالة معايا؟ هو الحاج كام سنة أصلا؟ أنا 72. أنت أكبر منه في سن؟ أنا أكبر منه بسنة. أنت أكبر منه بسنة؟ أنا بقالي 60 سنة في الشغلانة دي. احكي لنا بقى حاجة، أنت بتقول إن هو بتصحى كل يوم الساعة 3 الفجر قبله، تصحيه وتفطريه كده يومه بيبدأ ازاي كده؟ من الساعة كام وبتعملي بالظبط؟ بما ساعتها صحيت 3 4 بالظبط كده، يقوم يغير ريقه ويتكل على الله، يشد شغله هنا، يجي يحضر ويفرش ويعمل، وانا اكون جايه وراه على طول. اقف معاه بقى حوالي لحد الساعة 2 كده، وبعدين امشي عشان ما اقدرش اتواصل اليوم كله. كنت الاول بقعد للمغرب، دلوقتي مانيش قادره بقى، بقعد للساعة 2 3 وامشي. ظهرها تعبه، ما تقدرش تكمل اليوم كله. تعبانه ولا حاجه؟ ظهري بس، ظهري. ظهرك بيوجعك من الوقت؟ لا، بمشي محنيه كمان، بمشي محنيه. طيب بتقسم الشغل هنا في المطعم هنا ازاي؟ نعم. بتقسموا الشغل في المطعم هنا ازاي؟ بتقف على النار. انا بقف على المقلي. بتقف على المقلي على النار؟ وهو يعمل سندوتشات، يعمل حاجه تانية، وانا على المقلي بس. لكن الاول ممكن تمشي ده وده. حضرتك بتقف طول اليوم كده على النار وعلى المقلي وزيت؟ ما بتعرفيش كده وانت شغاله؟ بتعب شويه اقعد كده يعني. لكن لا، كنت بتقعدي كده الاول، كانت بتقعد في مصر وتقعد اليوم كامل عمرها ما اشتغلت. احكي لنا بقى الحاج كده عامل معاك في الشغل، عرفت كده ان انتوا ناقل ونقير كده في الشغل، كلام ده حقيقي ولا لا؟ لا. بتتعاملوا ازاي في الشغل كده طول النهار شغالين مع بعض؟ بتتعاملوا ازاي؟ عادي بقى، بس لما يكون في زحمه بلاقي خلقه ضيق شويه كده، بسيبه بقى واتبه لحالي على بال ما الجو يروق. تقول ايه راق؟ ليه راق بقى كده وصالحني لوحده؟ ويصالحني بقى، يجيب لي العصير ويجيب لي الحاجات الحلوه كلها. بتشوف دلوقتي الستات يا حاجه، يعني حضرتك من زمن الستات الاصيله اللي بتقف وبتدعم. الله يبارك، الله يخليك يا حبيبي. دلوقتي الستات ما بقتش زي زمان. لا 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 لا، ولا اي بنت حتى. الستات اللي من دول مناظر مناظر وشياكه والكلام ده كله. بتشوف الستات بتقعد من دول عاملين ازاي؟ البنات الستات بتقعد من دول. لا 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 لا، ولا يجي واحده زينا زي زمان ابدا. ما فيش الكلام ده، لا لا لا.
بتوع زمان بقى كانوا بيتصرفوا ازاي؟ كانوا بيتصرفوا وصابرين على كل حاجه. بص دلوقتي ما تلاقيش الكلام ده. تحب تقول ايه للحاج بقى؟ زمان واجه له كلمه، واجه له كلمه انت كمان. قال له ربنا ربنا يخليك لاولادك وكل سنه وانت طيب ويخليك ليا ويرزقك برزقنا يا رب. حسين السلام. انا مالي ايه يعني؟ انا كمل بقيت اليوم عادي، بس بتمشي امتى بقى؟ الساعه 12 12 ونص واحده يوم استفتك من اللي بيبقى هنا السوق ما بيستنيش. يعني بطلع الساعه 3 ابص الاقي ورايا على طول، والتناه واقفه لا مؤاخذه على المقله من الساعه 4 لحد الساعه 2 و2 ونص. اما بقول لها غير واحد بقى انت تشتغل لحد كده، وما جاتش فلوم جبرتنا على اي حاجه. لا 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 مصروف ده ما ينفع ولا ما ينفعش الكلام ده، ما عنديش الكلام ده هي نهائي. بترضى باللي بتاخده، ما تقولش لحد لا. وطرقت ربنا ما بتجبرنيش على حاجه ان انا اعملها، وبتجبرني على حاجه ان انا اجيبها لها لا. يعني ممكن تبقى طول عمرها ماشية حتى ما تقدرش تطلب منك أي شيء ما انتش قادر عليه. وشايفة بيتها وأكلها وشربها لا يعلى عليه. صلاة ربنا، وأنا عمري ما أحط عنها أي حاجة. لأنها فعلاً يعني هي دي الست اللي بتقف ورا في ظهر جثة. كل حاجة. ما تلاقيش في الكلام ده دلوقتي. لا. ما تلاقيش الكلام ده دلوقتي، النهاردة الست بتكبر جثة بحاجة تانية دي ما اسمهاش، عندها الكلام ده. يعني ممكن لما اخذه ما فيش يبقى ما فيش، ما تقولكش لا، ما فيش حاجه اسمها ما فيش. ما تجيش تقول لك لا ده انا عاوزه جلابيه، انا عاوزه فستان، انا عاوزه الكلام ده، ما عندهاش الكلام ده. تقول لك في شيء ابدا من شيء. وعيالها في كل حاجه، عندها عيالها في كل حاجه، وعيالها الاخرين بيعبدوها. لان عمر بقى لها 50 سنه ما غضبتش يوم، ما عادتش لما اخذه بيتها يوم، سابت بيتها يوم واحد باتت بره. عمرها ما زعلت في مره؟ لا 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 لا، لا في زعل ولا في اي حاجه. يعني كل الناس كلها بتتخانق والناس بتعمل دي، ما عندهاش الكلام ده. دي بتستحمل، وممكن لما تلاقيني انا غضبان وبتاع تاخد بعضها وتروح البيت. وروحت البيت عاد اروح الاقي عشايا واكل 24 قراط، ما فيش اي شيء. الساعه 4 بالظبط تلاقي قايمه ظابطه الملاب وتقوم تصحيني عشان افتح الدكان. تصحى قبلك يوميا. ايوه هي اللي بتصحيني. هي اللي بتصحيني. وما تديش انا ملبس واطلع تعمل له كوبايه الشاي وتعمل لي غير ايه، واطلع قدامه اقول لها خش يا ست ما تجيش دلوقتي، انا اطلع من هنا الاقيها جايه ورايا من هنا. عشان ما ما تلاقيش النهارده من النوعيه دي خالص. النوعيه دي بقى من قرض النوعيات اللي موجوده دلوقتي تنام وتشخر، ما عندهاش همية من اي حاجه، دي ما عندهاش كده. صراحه ربنا يعني انا بقول لك على الحقيقه. تحب تقول ايه للحاجه النهارده بقى؟ نعم. حاجه تحب تقول ايه النهارده؟ احب اقول لها ايه؟ احب اقول لها تشكرها على كل شيء عملتيه. لا لا قول لها، بكلمك انت حاج. ما هو الكلام اللي انا بقول لها لا، بقول لك انت حبك على طلعت ربنا. انا اشكرها على كل شيء عملته معايا. عمرها ما زعلتني في يوم، عمرها لما مؤاخذه ما سابت البيت ومشيت، عمرها ما قالت انت جبت او ما جبتش، عمرها قالت لي في فلوس او ما فيش فلوس، لا الحمد لله يعني. بما يرضي الله. احكي لي بقى حاج سر الطعم الكويس بتاع الفول والطعميه بتاع حضرتك ده. هو الفول ما باخدش اكتر، ما باخدش عليه اي ماده، الفول هو الفول عباره عن فول وميه وسوى فقط لا غير. والفول المدشوش هو فول مدشوش وبصل وتوم وكرات وبقدونس. وبجيب اجود الاجود الفول، مش بجيب كسر فول، بجيب اجود الفول. حتى في المدمس ما كانش اجود شيء مجهول. ما فيش ما حطش مادة تسويه، ما حطش أي حاجة، أنا بسوي في البيت عنده وبجيبها من البيت لحد هنا. يعني من أول ما تبدأ تسوي الحاجة. أيوه يعني أول تسوية الحاجة عندي لما أقدر الفول بيتنقع وبينغسل 24 مرات، وبعدين نعلق عليه بيقعد 4 ساعات أو 5 ساعات ونوطي عليه. فول المدشوش بنبله من بعد العشاء لحد ما نشتغل بيه الساعة 4 الصبح. احنا بقى يومكم بيمشي ازاي؟ بنجيب شغل الساعة كام؟ نعم. بتبدأ شغل الساعة كام؟ الإيه؟ الشغل؟ بتبدأ شغل الساعة كام؟ ببدأ شغل من الساعة 4. من 4 قبل الفجر ممكن لحد إيه؟ لحد بعد العشاء. أنا بروح هي بتقعد معايا لحد الإيه؟ لحد بعد الظهر، بخليها تروح عشان أتمناها إيه؟ بتبقى تعبانة وضهرها تعبها، ما بخليهاش تقعد في المسافة دي كلها معايا.
يعني هي على قد ما انها تعبانه وعندها الغضروف وتعبانه برضه بتقعد معايا وبتقوى وبتشتغل عشان ما تتعبنيش معاها. بالرغم من التعب اللي عندها. بالرغم التعب اللي عندها ما بتسيبنيش. لان عندها الغضروف وتعبانه وصها تعبها وبتاع وبرضه بتقعد معايا ما بتسيبنيش. نهائي. ما جاتش في يوم كده قالت لك انا تعبانه؟ لا 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 لا, لا. عمرها. انزل لوحدك الشغل النهارده. لا بتبقى تعبانه وبتطلع تقاوى. لما احس انها تعبانه اجي تقف ساعتين بعد الاصطباح لان الاصطباح بتبقى عندي زحمه جامده دايما الاصطباح اقول لها روحي انت ما تقعديش يا عم لا انا معاك اقول لها لا اقول لها روحي انت لان ما بتقف ولا بتمشي شويه بتتعب بقول لها لا روحي